بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. دستور حياتنا وعبادتنا آيات من الرحمن، أنزلها عزيز حكيم في كتابه الكريم. أسرار من القرآن، حكمة ودروس وموعظة، شفاء للصدور لكل بني الإنسان. سبحان من أنزله رحمة وهدى على قدرته وإعجازه، خير برهان. في كل حرف وآية درس وعبرة، أنزلها رب الكون في سورة لقمان. مع أسرار سورة لقمان وأهم الدروس المستفادة منها يكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه، مين هو لقمان الحكيم؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تلاحظي حضرتك أنه الأسماء التي سميت بها السور، كل سورة سميت باسم شخص دائما يكون نبي. يعني سورة نوح، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، محمد عليهم الصلاة والسلام، يعني هو نبي مش حد من الصالحين. طولي بالك علي، مطوله. إلا اتنين، تبقى لحضرتك إلا اتنين. سورة مريم باسم شخص وليست نبية، وسورة لقمان. أيوة كده. يبقى كل أسماء الصور بأسماء أشخاص، أسماء أنبياء، ما عدا السورتين دول، مريم ولقمان. طيب، سيدنا لقمان كان في زمن سيدنا داود على أصح أقوال العلماء، وكان حكيما صالحا تقيا نقيا، وآتاه الله عز وجل حكمة عظيمة. فجت السورة عشان تصور لي أمرين، أمر التربية وأمر الحكمة. هو ده سيدنا لقمان، فصورت لي هذا الأمر، وخلد ذكره على مر العصور بآيات نتعبد الله عز وجل بها. ملهاش اسم تاني؟ لا، هي اسمها بس سورة لقمان، والتسمية توقيفية، يعني هكذا وردت. سورة لقمان عدد الآيات 34 آية، نزلت في مكة، ترتيبها في النزول 57، ترتيبها في المصحف 31. الهدف العام تربية بحكمة. هذا الموضوع ده كأنه بيلفت نظري إلى أهمية تربية الأولاد، وإلى أهمية الحكمة في التربية، وإلى أهمية الرحمة في الكلمة والموعظة الحسنة. يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. خدت بال حضرتك من يا بني؟ من اللغة والطريقة، لغة راقية جدا، لغة عظيمة جدا. يا ابني، يا ابني كذا وكذا وكذا، فيها يا حكمة ولدي، مع حنان مع احتواء، كل حاجة تفتح القلوب. السورة، سورة لقمان، ده الهدف العام منها، التربية بحكمة. سورة لقمان لها مفردات، يعني انفردت، فيش زيها. واحد، بذكر قصة سيدنا لقمان، ما وردتش في أي سورة تانية. رقم اتنين، انفردت بذكر وصايا سيدنا لقمان، ما وردتش في سورة تانية. رقم ثلاثة، انفردت بذكر مفاتيح الغيب الخمسة. مفاتيح الغيب الخمسة دي مليانة حاجات كتيرة جدا، من أحسن ما يكون. وهنقول الكلام ده، تلاحظي حضرتك أنه في سورة الأنعام جه آية، حضر آيتان فسرتهما آيتان في سورة لقمان. يعني في سورة الأنعام الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة، عارف حضرتك بلغتنا كده، تخضوا قوي، قالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طب مين فينا ما ظلمش؟ يعني موضوع الظلم حاضر وموجود، قصد الإنسان أم لم يقصد، ظلم غيره أو ظلم نفسه، مفيش نفس لم تزق الظلم. وده السر في إن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أول كلمة يقولها لا ظلم اليوم، مش لا شرك. العلماء قالوا لأنه لا توجد نفس على ظهر الأرض لم تزق الظلم، إن لم تظلم غيرها ظلمت نفسها. ما هو ليه أشكال كتير قوي. الله ينور على سعادتك. فالصحابة قالوا أينا لم يظلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا قول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم المقصود في الآية المذكورة في سورة الأنعام هو الشرك. فكأن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. مؤمن إيمانه متفلتر، إيمانه نظيف، إيمانه مفهوش خزعبلات، إيمانه مفهوش أشياء تخالف شرع الله عز وجل. وما أكثر هذا، لا، ده أنت إيمانك يبقى نقي وتقي
لا 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 تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تدعو إلا الله عز وجل. أدي معنى الآية فسرتها سورة لقمان. أعظم تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن. مالك يوم الدين في آية تانية، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهنا آية هو كله مكمل لبعض. الله ينور عليك. في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب، وفي رواية مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا آخر آية في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما نيجي نبص على سورة لقمان نجد فيها حاجتين مهمين جدا حاضرين. الحاجة الأولى الإحسان، الحاجة الأولى الإحسان. ربنا سبحانه وتعالى قال هدى ورحمة للمحسنين، قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالإحسان حاضر، والإحسان له أربعة معاني: الإحسان بمعنى الصدقة، والإحسان بمعنى الإتقان والجودة، والإحسان بمعنى المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان بمعنى حسن الخلق. ده كلام مهم جدا. يبقى إحنا خلقنا في الدنيا للإحسان، والإحسان بيديني خبرة ويأتي من علم فأصل إلى الحكمة، فكأن الحكمة منتج من ثلاثي: علم وخبرة وإحسان. يعني إيه حكمة بقى؟ يعني إيه حكمة؟ طيب أقول لحضرتك السورة دي تكاد تكون سورة الحكمة. ليه؟ لأنه تاني آية على طول تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف الكتاب بالحكيم، وصف سيدنا لقمان بالحكيم، ولقد أتينا لقمان الحكمة، ووصف الله نفسه في آيتين بالحكيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو العزيز الحكيم، وفي آية تانية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فسورة 34 آية يذكر فيها الحكمة أربع مرات، وصفان لله رب العالمين، ووصف لكتابه، ووصف للقمان. يعني إيه الحكمة بالنسبة لنا؟ أحلى تعريف للحكمة أقول لحضرتك لغويا ولا اصطلاحا؟ نقول الاثنين. الاثنين. عارف حضرتك مش في حديدة في وسط فم الفرس؟ ليه؟ الحديدة دي عشان اتحكم في الفرس. لأن الفرس أصله الجموح، فإن ما كانش متدرب الفرملة دي اسمها حكمة. تمام. فالحكمة تتحكم فيه، في انفعالاتي وردود أفعالي، كل حاجة. الحكمة تتحكم، وهي اسمها حكمة ليه؟ لأنها تحكمني. هذا لا يليق، الكلمة دي لا تنبغي، النظرة دي ما تنفعش، التصرف ده لا يجوز. فالحكمة هي التي تتحكم في أنا. النقطة الثانية، الحكمة جاية من الحكم، فكأنها تحكم علي، ولولا الحكمة ما حكمت علي. يبقى ده معنى الحكمة، الحكمة من ناحية اللغة. طب من ناحية الاصطلاح مهم جدا هذا الكلام، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني كل حاجة مظبوطة قوي، زمانا ومكانا وحالا. تمام. فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كلمة جبر خاطر مستنيها في وقت معين أحسن من كتاب تهدهولي في غير وقته، وردة في توقيتها جميلة بشكلها أحسن من جنينة ورد في غير وقتها. دي الحكمة. واللي يتحكم فيها أعتقد حاجتين، الأخلاق والدين. أيوة، ما هو الأخلاق هو الدين. ضيف لها العلم، الخبرة، لأنه بعلمي أفهم إمتى أقول وإمتى ما أقولش، بخبرتي أعرف أعمل إيه في أنهي وقت. ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى ختم، بدأ السورة بالحكمة وختمها بالخبرة. بدأ السورة تلك آيات الكتاب الحكيم، وختم إن الله عليم خبير. فالخبرة وإن أنبئك مثل خبير الرحمن فاسأل به خبيرة. يمكن الخبرة مرتبطة بالعمل الميداني والجوارحي، ويمكن الحكمة مرتبطة بالعقل والتفكير والتنظير والأوامر والنواهي. ده شيء عظيم جدا. فكأنه السورة بتعلمنا الحكمة، خليك حكيم في تصرفاتك، اهدى الله يرضيك،
عليك اعمل دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى على طبعاً هو مش أي حد ياخدها. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك تطلق الحكمة على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الناس العلماء قالوا آيات الله القرآن، يبقى الحكمة إيه؟ سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكن حكيما، كن حكيما في قولك، كن حكيما في فعلك، كن حكيما في تصرفاتك. باقي نقول حاجة مهمة جدا، محاور التربية بحكمة. فضلت الشيخ، حكمة أو حكم لقمان قالها لابنه، وحضرتك كنت لسه بتقول قبل الفاصل أسس التربية، أكيد دي من ضمنها. هي أساس التربية. هو خلي بال حضرتك، الصورة بتلفت نظرنا لشيء كتير من الناس بدأ يغفل عنه، ألا وهي نقل خبراتي وعلمي وحكمتي إلى الجيل الثاني. دي نقطة مهمة جدا. الصورة بتقول لي ده، أنا لازم أقعد مع أولادي وأقول لهم، أقول لهم خلي بالكم من كذا، واعملوا كذا، وما تعملوش كذا، وصاحبوا من صفته كذا، ولا تصاحب من صفته كذا، خلي بالك من اللقمة الحلال، ابعد عن اللقمة الحرام، وهكذا. وأنا لازم أنقل علمي وحكمتي وخبرتي إلى أولادي طبعا. وإلا يبقى أنا ما قمتش بدوري. صحيح. وده اللي عمله سيدنا لقمان، وده اللي بتقوله الصورة، ما أنا لازم أقول وأعمل. الناس دلوقتي كفانا تنظير، كفاية تنظير. يا عم في إيه؟ هو التنظير معناه إيه؟ النظر بعقل وفهم وتفكير، والفات النظر والتنظير والتفكير فريضة إسلامية. فصار كأن إن أنا أأمر وأنهي وأعلم حد ده تنظير، فصار كأنه سبة، هو مش عايز حد يتعلم، ده مقصود. والناس اللي بترددها ومش فاهمة، لا طبعا. طب ما هو سيدنا لقمان ينظر لولده ويفكر لولده ويأمر وينهى ولده بحكمة وعقل. الله ينور، مش اي كلام وخلاص. لذلك الصورة هنا هي المحور الاساسي ليها، الهدف العام ليها، الاطار العام، التربية بحكمة، تربي اولادك. اعظم ما تتركه لاولادك الادب الحسن، العلم والخبرة والحكمة. دي نقطة مهمة جدا. طب ايه المحاور اللي تناولها سيدنا لقمان وهو يعظ ولده؟ المحور. كان الموقف ايه؟ نعم، كان الموقف ايه؟ سيء، اب بيوصي ابنه خلاص. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، اب بيقول لابنه تعالى يا ابني، تعالى علمك، تعالى يا ولدي افهمك، تعالى يا ابني انقل اليك خبرتي فاوفر تعب كتير، واوفر عليك اختراع المخترع تطبل عشان ما تمشي عليك سنين. عارف حضرتك النصيحة يعني ايه؟ استئجار العقول، المشورة استئجار العقول. انا لما اجي انصح حد، انا بنصحه من خلال خبرة 50 سنة قراءة وعلم وفهم للواقع وللحياة وللكتب وللدين وللناس. انا بوفر عليك، قبلت النصيحة فلنفسك، ما قبلتهاش عليك مش علي انا. صحيح. انا فعلته ما امرني به ربي. مش عايز تقبل، انت حر، 600 حر كمان. فالدين بيعلمني ان انا لازم اعلم ولادي، ولازم اقعد مع ولادي. والله العظيم يا فندم، من اعظم وسائل التربية ان شاء الله 10 دقائق كل يوم. طبعا اسمعهم، في حديث بينهم وبيننا وبينهم، احنا بنسمعش ولا بنشوف بعض. الموبايلات والله لا. ضيعتنا. إيه فندم؟ الموبايلات ليه بيحصل ايه؟ لانه حتى لو احنا قاعدين بنكلم حد، هتلاقي الطرف التاني ماسك الموبايل باصص فيه، يا يبص لك شويه وده يبقى كرم منه لما يبص لك وانت بتكلمه، او طول الوقت هو بيعمل حاجه تانية يقول لك سامعك سامعك انا سامعك. ما تكلموش، توقف. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، توقف، ما تكلموش. ده من المهانه ان انا اكلم حد لا ينظر الي ولا ينصت الي. طبعا خالص. طبعا. هو ماسك موبايله، لما يخلص بس سيب موبايلك. انا سايب موبايلي وقاعد بكلمك، يبقى تسيب موبايلك وتسمعني. ده في ناس انا بيعجبني ده، احنا نعمل اجتماع الموبايلات بره. احنا بنقعد ناكل والعيال ماسكين الموبايل يتحركوا وما بياكلوا، ما بنبقاش عارفين احنا كلنا ايه. ازمه، فاحنا مش شايفين بعض. فالصورة جاية بتقول شوفوا بعض، الصورة جاية بتقول اسمعوا بعض، الصورة جاية بتقول تواصلوا بين الأجيال. ما أنا لو ما ربيتش الجيل اللي جاي هيحصل إيه؟ هيتربى من الموبايل. بالظبط، كارثة. طبعا. كارثة. إحنا في زمن ولادنا يربيهم كل شيء إلا الأب والأم. فالصورة جاية بتدق ناقوس الخطر. والله ما انتشر الإلحاد إلا بهذا، وما انتشر الفكر المتطرف إلا بهذا، والفساد. لأنه يا هانم إحنا ما حصلناش ولادنا، ما طعمناهمش بالعلم والخبرة وحكمة السنين، فتركناهم فريسة لأصحاب الفكر المتطرف والإرهابي والمتشدد والإلحاد والفسوق والفساد، وأزمة. صح. أنت سايبهم، ما تلومش إلا نفسك، وبتضيع على نفسك أعظم استثمار. يا هانم أنا لما أقعد مع ابني وحفظه صورة الفاتحة، هيقراها قد إيه في عمره؟
وهيعلمها البيت أعظم استثمار طبعا. أنت متخيلة حضرتك؟ وكل خلق طيب أنا زرعته فيه من هاخد عليه أجر. الله ينور. فجه سيدنا لقمان بيقول لي اسمع مني وافهم جيد، عايز تربي ولادك؟ أيوة يا لقمان الحكيم. أعمل إيه؟ قال لي أول حاجة ربي ولادك على عدم الإشراك بالله. اللي حصل قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكتر حاجة تظلم بسببها نفسك إنك تشرك بالله قولا أو فعلا. خلي عقيدتك واحدة نقية تقية واضحة لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين قل هو الله أحد. لا تشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عارف لو ما أشركتش بالله هينصرك ويسترك ويمكن لك ويرزقك ويأمنك. فين الدليل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عايز تربي ولادك ربيهم على العقيدة الصحيحة. أدي المحور الأول. المحور الثاني ربي ولادك على بر الوالدين. بر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بيقول خلي بالك من أبوك. دي الحكمة الثانية. طبعا خلي بالك من أمك بالذات. تخيل المعاناة اللي عانتها منك أمك وهي تحملك في بطنها. والله لا تتخيل 9 شهور من المعاناة والتعب والسهر والألم وتأخذ من جسمها وتأخذ من غذائها وتأخذ من عظامها معاناة غير عادية. لو واحد عمل معاك ربع اللي انت عملته في أمك من المعاناة والله لا قطعت عمر العمر كله. ده تكاد روحها تطلع وتختم بالولادة بتموت مجرد ما تسمع صوتك جنبها عند إفاقتها من الولادة. كل الألم بيروح. عادت روحها. يا الله بقى هذه تهان. هذه تهان يا ابني فوق يا حبيبي فوق. دي أمك بشكل ده وقفة وهنا على وهن وفصاله في عامين. الرضاعة بيبقى لمدة 2 سنين. أنا أشكر لي ولوالدك. سيدنا عبد الله بن عباس قال حاجة حلوة قوي. قال 3 في القرآن قرنت ب3. 3 جم مع بالـ3. لو جبت واحدة من غير التانية مش هيقبل منك ربنا. قالوا له ايه يا ابن عباس؟ قالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل. قالوا له احسنت. ايه التانية؟ قالوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة فمن اقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل. قالوا له والثالثة؟ قال ان اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لم يشكر لوالديه لم يقبل. اشكر لله بالطاعة واشكر لوالدي بالبر. اشكر لله على الايمان واشكر لوالدي على التربية والحنان. اشكر لله بالتزامي لصلواتي واشكر لوالدي بالدعاء في كل صلاة. ادي احلى معنى منهج. او الله ينهر ابيض منهج. طب خليهم بقى شداد. خليهم لك تعليقات عليهم. ده على الاب والام يعني. ما هم بيعملوا فيا كذا وبيظلموني كذا. ايه رايك؟ اول شيء انا اقول للاب والام عينوا اولادكم على البر. رساله مني لكل اب ولكل ام اعينوا اولادكم على البر. طب ليه سؤال؟ اتفضلي يا فندم. عشان ده بيتسال من ناس كتير جدا. الاب اللي ما رباش اساسا تمام يعني ما كانش موجود تخلى عن مسؤوليته تمام وما صرفش وما سألش وما عنش أولاده زي ما حضرتك بتقول على البر. هل ده برضو الأولاد مطالبين ببر الأب في الحالة اللي زي دي؟ يعني اختفى سنين وظهر في الآخر خالص وهو ما عملش أي حاجة خالص. ما عندهمش مشاعر إنه ده أبويا. ربنا في القرآن قال إيه؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تمام. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. يعني هو ربط الدعاء بالتربية. وقل رب ايه؟ ارحمهما كما ربياني. ده بتلقي بالمسألة. انا مش بقول لا طالما ما رباش اسيبه خالص. انما انا عايز اقول للناس ايه؟ انت محتاج ولادك يبروك ربيهم. محتاج ولادك يبروك برهم. ما هو زي ما الاب له بر الابن له بر. ابني له بر أن أحسن اختيار أمه وأن أحسن اختيار اسمه وأن أعلمه
وإذا كبر أزوجه حقه عندي. ما عملت كده وأعنته خلاص كده أنا ليا بقى حق كامل عنده. طب أنا ما عملتش، ربنا في القرآن قال لي وإن جاهداك على أن تشرك بي، ما هو أكبر ذنب ممكن يعمله البني آدم إيه؟ الإشراك. طب ده هو مشرك وبيأمر ابنه بالشرك، فربنا قال لي إيه؟ قال فلا تطعهما وخلاص، قال لا وصاحبهما في الدنيا معروف. لو هم عصوا الله فيك أطع أنت الله فيهم. حتى لو هو تخلى عمره ما يجي زي الأم اللي تعبت وعانت وربت وشالت، ده حزقها على رأسنا كلنا مش على رأس الولاد بس. لكن أنا أرى إن أنا ما كسرش الأب، يكفيه ذل السنين، يكفيه إنه رجع حزين، يكفيه إنه راجع وبيدور علينا. إن ما كانش هو لنا ظهر سنكون نحن له ظهر لله رب العالمين، عشان بنعمل ربنا سبحانه وتعالى. فضلت شيخ دايما بقول كده إنه ما تطلبش حاجة من ربنا سبحانه وتعالى وانت مش عامل اللي عليك معاه. يعني تطلب من ربنا يا رب اديني، يا رب اعمل لي، يا رب ارزقني يا رب، وانت مش عامل حاجة. فبأي وش انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى؟ أبسط الأمور ربنا ادهلنا في حياتنا علشان خاطر تبقى مفيدة لنا احنا قبل ما تبقى مفيدة لغيرنا. يعني احنا بنتصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا، بنطلع زكاتنا عشان ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه، بنتصدق عشان خاطر أو بنساعد غيرنا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يشيل، حسن أنت هتقولي مفاجأة، يشيل الابتلاء عننا، يكرمنا في يعني هو لو مش عامل حاجة ما يدعيش ربنا، يدعي ربنا. بس أيوة أنا بقول كده. إنه استحي من ربنا سبحانه وتعالى، اعمل اللي عليك. يعني هو برضو لو مش عامل يلجأ ويتعشم، بس اللي عامل أحسن وأفضل، اللي عامل أحسن وأفضل، بس ندعي ربنا إن ربنا يرضى عننا، ولو رضي عننا هيوفقنا للطريق اللي فيه الخير لينا. كويس جدا. كأن حضرتك بتوصلي إلى، طبعا إحنا بنلجأ إلى الله عز وجل، عملنا ما عملناش وأنا ليا غيره، مهما كنت مقصر هأفعل الباب والله ما أنا ماشي لما يفتح. تمام. من لزم الباب ومن أكثر ذكر الموت أكثر الندم ومن استغنى بالله أمن العدم. دي نقطة مهمة جدا. أنا هقف على الباب وهفضل أخبط والله العظيم ما ماشي لما تفتح لي، وأنا ليه حد غيرك، وأنا ماليش حد يا رب غيرك أنت. بس لو أنا بقى عامل أفضل بكثير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة يعني ابتغوا إليه الوسيلة. أنا عملت عمل صالح أدعو ربنا به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن ربنا فاغفر لنا. الله، يعني أنا قلت له أنا أمنته يا رب فبدعوه بإيماني أن يغفر لي. نقطة مهمة جدا. فأنت ممكن تخلي خوافي للخوافي، يعني إيه؟ حاجة مستخبية للزنقة المستخبية اللي ما يعرفش بها حد غير ربنا. أيوة. فهمتني؟ خبيئة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني خبيئة؟ ما حدش يعرفها. جميل. هتنفعني في إيه؟ هتنفعني في أي زنقة أنا هتحط فيها، أي ابتلاء أنا هتحط فيه. لو أنا نسيها ربنا سبحانه وتعالى مش هينساها في الدنيا، بس يعني مش تنفعك في الآخر. وتنفعني في الآخر. أيوة. الله ينور على سعادتك. هايل. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال على كل مؤمن أن يكون له خبء من عمل صالح. ما أجمل كده إنك تطلع صدقة لله عز وجل بينك وبين ربنا، عمل صالح بينك وبين ربنا، لما تيجي في زنقة أو في ضائقة تدعو ربنا بيه. فاكر حضرتك قصة الثلاثة؟ الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أن ثلاثة كانوا يسيرون في صحراء فآواهم المبيت إلى غار. ثلاثة ماشيين في صحراء وهم ماشيين، جه الليل، طب هيباتوا بقى لأنه مش هيقدروا يمشوا في الصحراء بالليل، مش هيعرفوا الطريق. فدوروا على مكان، لقوا أوضة كده زي المغارة صغيرة في قلب الجبل، نظفوا وناموا. وهم نايمين بالليل وقعت صخرة من فوق الجبل ضخمة جدا جدا قفلت عليهم الغار. الصخرة دي ما يحركهاش 100 وهم 3، فكده أيقنوا ان ده القبر بالنسبة ليهم وان هم هيموتوا واحد واحد يعني. فواحد منهم خطرت بباله فكرة حلوة قوي، الخوافي للخوافي. كل حد يدعي ربنا سبحانه وتعالى بحاجة بينه وبين ربنا. تخيل بقى حضرتك لو انت واحد منهم هتدعي تقول ايه؟ عندك حاجة اساسا تقولها ولا لا؟ عندنا كتير والله، الناس اللي مش واخدة بالها. ايوه والله، عندي ركعتين بالليل صليتهم محدش شافني، عندي استغفار استغفرته محدش شافني. ما هو ده اللي انا بقوله، انك تبقى عامل. يبقى عندك. حلو. عندي بر الوالدين، عندي جبر خاطر. انت لو سألت حد يقولك لا مش عندي، لا عندك، عندك بس انت اللي مش واخد بالك.
فقالوا طيب، واحد منهم بقى قال مش هيطلعكم من الأزمة دي ولا الضائقة دي ولا الشدة دي إلا أن كل واحد يدعي ربنا. بس شوف يقينهم، أنا مستغرب من اليقين اللي هم فيه، أن كل واحد يدعو الله عز وجل بعمل صالح خفي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فواحد منهم دعا ببره لوالديه، تمام، وولاده وزوجته طول النهار ما أكلوش، ولقى أبوهم نايمين بعد العشاء، ففضلوا شايل الأكل واقف على رجليه. الأئمة قالوا أنه ده مش فرض أصلا، كان ممكن يجنب طعام الأب والأم ويأكل ولاده، لأن ولاده يتضاغون جوعا تحت قدميه. قال لعل ذلك كان في شريعتهم، الشاهد بره لأبوه وأمه. يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص خفية ما حدش يعلم بيها، ما قالش لأصحابه ولا قال كذا ولا صور نفسه ولا شيء. فالصخرة اتحركت حوالي شبر، ما عرفوش يعدوا كده. نجح ولا لا؟ نجح. اركن انت بقى. التاني دعا ربنا سبحانه وتعالى بعفته عن ابنة عمه، حلوة جدا بيحبها قوي، وجوزت غيره، ضاقت عليها الدنيا، هو كان غني، رجعت له يا ابن العم كذا، فراودها عن نفسها بعد معاناة شديدة وافقت. ولما في بيت لوحديهم قالت له اتق الله، قال والله إني من المتقين، وأعطاها من المال ما تريد، وهي أحب النساء إلى قلبي. يا رب لو عملت كده ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. اتحركت أكتر، لكن لسه ما عرفوش يخرجوا. نجح. اقعد انت. التالي ده راجل عنده شغل، جاب ناس يشتغلوا، جاب الموظفين آخر النهار، كل واحد خد أجرته. في واحد قبل آخر النهار جري، عنده مشكلة، عنده مشوار، فما خدش أجرته. بعد كام سنة رجع، قال له فاكرني؟ قال له لا، قال له أنا فلان اللي كنت بشتغل معاك وليا أجرتي. استثمر. فهو كان مستثمر الأجرة دي، نص معزة بقت معزة، معزتين، ثلاثة خروفين، أربعة جمل، بقرة، وميزهم. إيه التقوى دي؟ إيه الإدارة دي؟ قال له كل اللي انت شايفه ده طبعا، كل اللي انت شايفه ده أجرتك. قال له ما تستهزأش بي. قال له كل اللي انت شايفه أجرتك. قال له يعني أخذ الأجرة دي كلها ومشي؟ قال له آه. فساقها جميعا ولم يترك منها شيئا، الصخرة كلها اتحركت وخرجوا يمشون. ينجيك من كل ضائقة، ينجيك من كل شدة أن تحسن وأن تتقي الله عز وجل فيما بينك وبين نفسك، وصدقة خفية. صحيح. ليه المشاركة في المياه من أعظم الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هي أعظم استثمار، لأن هي أساس الحياة، لا يستغني عنها الإنسان بحال في كل أمر. هي أساس الحياة، وهي أيضا من أسس العبادة. الجسم أساس مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أساس حياة كل كائن حي المياه، فربنا سبحانه وتعالى جعلها أساس الحياة. فكأني أنا لما أسقيه أنا أحييه سبب في حياته، فعشان كده لها أجر كبير جدا ودايما حاضرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها أيضا سبب في حياة الحيوانات، سبب في حياة الحشرات، سبب في حياة السباع، سبب في حياة حتى الجمادات، الأرض نفسها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ هي أساس الحياة، وهي أساس التجارة مع الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. بلغة التجار، عايز تستثمر؟ آه. تعال أقول لك بقى عن الاستثمار الصح. تعال أقول لك بقى على التجارة اللي بجد مع ربنا سبحانه وتعالى. أعمل إيه؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أعظم جهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد بالمال، لأن المال محبوب النفس البشرية. فأطلع منه حق ربنا سبحانه وتعالى، زكاة أعمل به محطة، أعمل به من الآبار، أعمل به توصيلة مية، أعمل منه مبردات مية إلى آخره، لأنه هي أساس الحياة. حضرتك دايما بنشير إلى لو انقطعت المياه عننا لحظات بنتجنن بالظبط، ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، بتحس ان الحياه توقفت بالظبط. طب انا لو عايز اصلي، ما هي الميه اساس، هتوضى ازاي بالظبط؟ طب لو مش مفيش وضوء انا بتيمم، يعني لابد هي اساس، لا صلاه بلا وضوء. فالاساس للطاعه واساس العباده واساس الحياه هي المياه. اساس التجاره، اساس الايمان بالله عز وجل. من اعظم مصارف الزكوات، من اعظم مصارف الصدقات الملف الميه وملف الصدقات. عارف حضرتك لما الواحد فينا بيتصدق بصدقة في سبيل الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى بيديله أربعة أشياء. ربنا ينزل البركة في مالك، وينزل البركة في عيالك، وينزل البركة في صحتك، وينزل البركة في عملك وإيمانك. اثنين، يدفع عنك وعن ولادك البلايا والعهات. ثلاثة، يجعل صدقتك سترا بينك وبين النار، وظلا على رأسك يوم القيامة. أربعة، يحببك الله عز وجل إلى خلقك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. عجبني قوي مكتوب صدقة جارية ومكتوب تحتها الطريق للجنة.
انه الصدقات ومساعدة الناس المحتاجين وايا كان احنا بنشارك او بنساعد في ايه، كل حد وحسب امكانياته، في الاول وفي الاخر هو بيبقى ليه اجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، لانها التجارة اللي عمرها ما بتخسر ابدا. من ضمن الملفات المهمة جدا داخل الجمعية الحالات الانسانية. نعم. ودي من اشد الحاجات اللي توجع القلب جدا، يعني ربنا ما يحوج حد ابدا، لان الحوجة دي من اصعب الحاجات اللي ممكن اي حد يمر بيها. هم كمان ما بيبقاش عندهم طلبات، يعني طلباتهم ممكن تكون حاجات أساسية موجودة في الحياة ما نقدرش نقول عليها طلبات، إن حد يبقى عنده سقف، إن حد يبقى عنده باب، إن حد يبقى عنده غطاء يتغطى بيه. زي ما احنا شايفين الجمعية بقوافل مهمة جدا وكبيرة جدا، ضم كل الحاجات اللي ممكن أي أسرة تحتاجها، الحاجات البسيطة اللي هي بس تخلي الواحد يعرف يعيش. من أعظم الزكوات الجارية والصدقات الجارية والصدقات قوافل البر وقوافل الخير التي تقوم بها جمعية البر والتقوى وتصل بها إلى ربوع الجمهورية وإلى حدودها وإلى أطرافها. جدا بالضبط. الجميل أنها بتبقى درسة هي رايحة فين، واحتياجات المكان واحتياجات الزمان واحتياجات الناس، فبتلاقي حضرتك قوافل متكاملة فيها كل شيء، مواد غذائية ومواد طبية ومساعدات إنسانية وإعادة تأهيل البيوت، حتى الكراسي المتحركة، حتى السرير الطبية، كل شيء، أدوية، بعض الملابس اللي ممكن تكون موجودة، بعض الأدوات اللي ممكن تكون موجودة عندنا في بيوتنا، لو دورنا هنلاقي وهنطلع حاجات كتير قوي احنا ركننا لما نبقى نحتاج. بالضبط. ده أعظم جهاد في سبيل الله عز وجل. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم وادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. أعظم حاجة تعملها اللي هتبقى لك يوم القيامة اللي تقدمها، ونكتب ما قدموا وآثارهم، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اللي بتقدمه لربنا، اللي لما تروح سبحانه، لما تروح عند الله عز وجل تلاقيه منتظرك يأخذ بيدك حتى يدخلك الجنة، هذه الأعمال. حديث مهم جدا جدا، حديث رواه سيدنا أبو ذر. أقول الحديث ولا معكيش وقت؟ احنا خلصنا بس نقوله سريعا. حديث سيدنا أبو ذر بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على ما يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال له: إيمان بالله ورسوله. قال له: إن مع الإيمان عملا. قال له: بقى صدقة. قال له: تساعد الناس. قال له: تكبر بخاطر الناس. قال: طب لو ما عملتش كل ده ومش قادر. قال له: تمسك الشر عن الناس. قال له: لو عملت كده أدخل الجنة. قال له: ما من عبد يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الطريق للجنة. نعم. زي ما كان مكتوب كده. ربنا يتقبل يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ. بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.